اليوم نسوي انبوكسنج ل 4000 قطعة. أربع آلاف قطعة. نبدأ نسوي البوردر. المرحلة الثانية حنبدأ نبني بالعلام، لأن هي أوضح حاجة حاليا. عندنا أربع جهات فيها أربع أعلام، أربع مجموعات أعلام. جمعنا كل البازلز اللي فيها أعلام، حنحاول نظبط الأعلام في الأربع الأركان وبعدين نكمل مع بقية المجموعات. اليوم نستكمل بقية اللوحة، هنحاول نسوي هذا الخط الطولي وهذا الخط العرضي باستخدام هذه البازلز، بعد اللي هي هنا في النص. نقصد حبتين قاعدين ندور عليها، يعني راحت فيها تشرب قهوة، ندور على شيء يكون فيه زي كذا، زي الخط هذا حق الطول والعرض عشان نكمل هنا وهنا عشان تصير القطعة. الخطوة اللي بعدها بعد ما حنكمل هذه الخطين، حنحاول نجيب الخط الأحمر. عندنا هنا خط أحمر وعندنا هنا خط أحمر، فحنحاول نجيب البازلز اللي فيها خط أحمر عشان نقدر نسوي هذه الخطين، تكون أسهل لنا، هي الوحيدة اللي فيها خط أحمر. بعدين حنمشي عاد على المدن. المدن والدول حتكون صعبة، لأنه شنو تيجي زي كده تقرا باجراكس، هو هذه فين؟ هذه احتمال تكون في الصين، احتمال تكون في اي مكان. شايفين المدن مشعترة، اذا ما تعرف المدينة حتحس في المكان حقها. نشوف لنا واحدة ثانية. هندوراس، هذا شكلها هندوراس. زي كذا كلهم زي كذا، في اشياء تعرفها بس ايش هذه؟ ايلاند. هاي اوريكم على حاجة ممكن تكون مألوفة، واحاول ادور شيء يكون يعني مألوف لنا، مدينة مألوفة زي أول لقيت الرياض. هذه نيجيريا، نيجيريا
تكلمنا عن ان اول سوينا خط الاستواء، الحين حاليا نسوي خط، سوينا خط السرطان ومدار، مدار السرطان ومدار الجدي. طبعا ايش الصعب في المدارين؟ انها ما هي يعني ما هي محددة بشيء. خطوط الاستواء كانت فيها ارقام، يعني نشوف الرقم نعرف هذه فين، فوق ولا تحت، 25 24 23، حتى بالعرض تلاقيها مرقمة 16 و17 و18 زي كذا، 25 26 27، فنعرف. هذه ما كانت مرقمة، في حبة لسه بس اللي هي ناقصة هنا قاعدين ندور لها. طبعا صعب انك تدور في حبة في 4000 قطعة، بس بنلاقيها ان شاء الله. كده يكون اكتملنا المدار السرطان والجدي وخط الطول والعرض. يبقى لنا تقريبا يعني نجي نشوف، يبقى لنا نفس الخرائط. طبعا في خريطتين صغيرة، هذه وذي لسه مكتملة اللي هي هنا وهنا، لأن عشان هي نفسها متشابهة القطع مع القطع حقت الخريطة الأصلية. بس نحاول نحصلهم. خلصنا الأعلام، خلصنا أعلام الدول، هنا علم المملكة. المملكة هنحاول الحين نحصل المدن ونرتبها بالقارات، يعني كل مدينة مثلا هنا المدينة هذه في آسيا نحطها هناك، المدينة هذه في أمريكا نحطها هنا كذا. نحاول نجمع البازل في على شكل قارات، بعدين نحاول نسويها. طيب الحين بعد ما سوينا خطوط الطول والعرض، مدار الجدي ومدار السرطان، وعندنا هناك خط القريب من القطب الشمالي، فصار عندنا تقسيمات. يعني قسمنا هنا منطقة، هنا منطقة فاضية، وهنا منطقة، يعني تقريبا 8 مناطق، 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 لو حسبنا دي الوحدة صارت 9، ونحسب دي الوحدة هنا صارت 10. هنيجي في الخريطة ونمسك واحدة من المدن، نمسك واحدة من البازل، نشوف مثلا هذه البازل ايش مكتوب عليها، بوزنان. هنيجي ونكتب في جوجل بوزنان، طلعت لنا في بولندا، طلعت لنا في بولندا. حلو، هنشوف في بولندا في الخريطة، في بولندا هنا في أوروبا، في أوروبا فين؟ فوق مدار الجدي وتحت الخط اللي هو هذا اللي هو منقط اللي احنا سويناه. خلاص معناتها هذه في ذا المربع، نحطها هنا وزي كذا، وناخذ المدينة الثانية ونحطها زي هنا. هذه هذه جبتها هنا في السودان، أمنهات أمناه لا الناهد لقيتها في السودان، هذه مدينة ثانية لقيتها في أمريكا، ولاية أوريغون زي كذا. حنقعد نقسم المدن على الخريطة، اللي من يعرفها خلاص هنعرفها، اللي ما نعرفها ندور لها، نستخدم الخريطة وندور لها، أو ندور لها من هنا في الخريطة ونقسمها على المناطق العشرة هذه، بعدين نبدأ نحل البازل. بعدين نوزع هنا شوية مدن على كل مربع زي ما قلنا. طبعا هنا عندنا مدار السرطان، وش عندنا في مدار السرطان؟ تقع المملكة العربية السعودية على مدار السرطان، وهنا عندنا جدة، رياض، رابغ، ينبع، وهنا رياض. عندنا هنا ايجيبت، ايجيبت فوق مدار السرطان على طول يمين خط الاستواء، يمين خط الاستواء فوق مدار، فوق مدار السرطان هنلاقيها هنا. بعدين انا ايش يعني بدأت تكتمل معالم بعض الدول، هنا مدغشقر، هذه جنوب افريقيا وتنزانيا، هنا في دول مثلا زي تشاد، نيجيريا، السودان، وعندنا هنا سعودية أرابيا، العراق، سوريا، الأردن، مصر، الجزائر، أوروبا تقريبا، إسبانيا والبرتغال، ألمانيا،
أكثر الدول الأوروبية بدأت تكتمل. عندنا هنا أوزبكستان، الهند، الصين، وكازاخستان. هنا بعض أجزاء من الأرجنتين، بعض أجزاء البرازيل، بعض الأجزاء من أمريكا وكندا. لسه باقي لنا تقريبا 3 فلينات. نبدأ نحط ونقارن الدول مع الخريطة ونحطها. تم اكتمال أكثر قارة إفريقيا، أكثر الدول هنا اكتملت، وبعض من أجزاء آسيا، أوروبا تقريبا اكتملت، بعض من أمريكا الجنوبية، وباقي أستراليا وأمريكا الشمالية، وآسيا باقي روسيا والهند. بدأت المعالم الحين تتضح. أغلب أمريكا الجنوبية خلصناها، باقي لنا أمريكا الشمالية. أفريقيا ألمستان خلاص خلصت، طبعا المملكة الحمد لله من أول الدول اللي خلصت. الهند، الصين، روسيا اللي كانت شوية متعبتنا بدأت تخلص، وأستراليا. المشكلة إننا هذه المعالم كلها كانت واضحة، لأنها نيجي نقرب منها نلاقيها مكتوبة مدن ودول ومدن، فسهل ان ناش يعني مرة سهلة، لان المدن برضه يعني في بعضها مقصص، ما هي كلها كاملة، يعني يجيك البازل ما فيها اسم المدينة كاملة فتقعد تدور. لكن المشكلة لما نخلص اليابسة حندخل في البحار، والبحار سادة. عندنا هنا 1 2 3، يعني البحار زي كده تجيك تقريبا، ما تعرف فين أرضها. نحاول نخلص اليابسة وبعدين نبدأ نتفاهم مع البحار. هنتبع استراتيجية طبعا مختلفة في البحار، ما حنتبع أسلوب الخريطة والمواقع، طبعا يعني نتبع أسلوب ثاني اللي هو تقسيم نفس البازل على أشكال، وهي الأشكال هذه، يعني بعض أشكالها كذا بعض أشكالها كذا، حنوزعها ونحاول بالتخمين. نستكمل اليوم. هنا عندنا طرابزون تركيا. متى حنيجي عند تركيا؟ غالبا هي هذه. شوف انشان شايف الحد، ما دام قلنا حد بحر نحن احنا قاعدين نعالج حد البحر. هذه انشان هنا. عندنا هي جنب يسار اليابان، هذه اليابان، زي كذا. اليوم للأسف لازلنا في اليابسة، يعني خلصنا اليابسة لكن طبعا في أجزاء من اليابسة ما خلصت. نحن كان في قطعة في أفريقيا لقيناها، كان قطعة في أمريكا الجنوبية لقيناها، بقية القارات تقريبا اكتملت، لكن باقي لنا جرينلاند وكندا الشمالية وبعض الجزر اللي في البحر. طبعا هذا برضو يعتبر بحر، هذا البحر الأبيض المتوسط، فصعب إننا يعني عشان كده مو مكتمل، لكن تقريبا الخريطة مكتملة. حتى هذا بحر، هذا خليج المكسيك، وهذا هنا بحر برضو كندا. حنحاول نش ان انا يعني انا فنت البحر كله هناك،
هنا هي اللي هي الأجزاء اللي فيها أجزاء صغيرة من اليابسة، اللي هي أطراف القارات وأطرافها، وأجزاء من شمال روسيا وشمال كندا. حاول أفند الأشياء اللي مفهومة منها أخليها هنا، والأصعب أخليه هنا، هيبقى لنا بحر خالص. خلصنا التفاصيل الصغيرة تقريبا، خلاص اكتملت كل الحدود. هذه أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ألاسكا، جرينلاند، وهنا عندنا مدغشقر، أفريقيا، آسيا، الشرق الأوسط، أوروبا وروسيا والصين، الهند، الفلبين، إندونيسيا، أستراليا. اليابسة تقريبا اكتملت جميعا مع بعض الجزر، وباقي لنا نصنف البحار ونشتغل على البحار. انتهينا من المرحلة الأولى من البحار، اللي هي زي ما قلنا كانت الكلمات الواضحة اللي هي الكبيرة، أسماء المحيطات والجزر. الجزر الصغيرة تقريبا خلصناها. قسمنا بعدين البازل، خلاص بقيت في لينتين من الأربعة تقريبا، حتى أقل يعني من العدد اللي خلصناه. قسمناها قسم اللي هو سادة مرة ما في له أي معالم واضحة، وقسم ثاني اللي هو في له بعض المعالم الواضحة، اللي هي زي مثلا أسماء البحار الصغيرة أو الأحواض البحرية أو التيارات البحرية زي كذا. لما نجي نلاحظ هنا في الخريطة هنلاقي عندنا هنا زي هذا الحوض، وهنا في برضه حوض الأرجنتين، وفي اللي هي زي اللي بالأحمر هذه اللي هي التيارات البحرية والكرنت، تيارات بحرية. نشوف هنا برضه في تيارات، هذا اللي بالأحمر تيارات بحرية. بقيت بعض برضه ايش الأحواض اللي هي دي جوة البحر، في زي سلسلة جبال زي كذا بعضها. يعني تقريبا هذه هي اللي بقيت لنا غير السادات طبعا. يعني المرحلة الثانية حنخلص الأشياء الواضحة اللي هي الأحواض والبحار الصغيرة، وبعدين حندخل في التفاصيل الثانية. شو زي هنا في برضو بحار، بعض أسماء البحار، هذه هي اللي نحاول نخلصها، وبعدها إن شاء الله ندخل على المرحلة الثالثة. اليوم انتهينا تقريبا خلاص من آخر المراحل أو ثالث المراحل، بقيت لها المرحلة الأخيرة بس صح، بقيت لها مرحلة البحار السادة اللي هي هذه. فخلصنا اللي هي الأحواض البحرية والتيارات اللي هي اللي يسموها الكرنت. زي هنا مثلا نشوف زي هنا تجي كرنت، تجي كرنت أو الأحواض، أو الأحواض البحرية اللي هذه بيرو باسن. فبقيت لنا السادات، البحار السادة، نحاول إن نخلصها في يوم أو يومين. تم الانتهاء الحمد لله من البازل. الآن فقرة التركيب، لأن هنا البازل خلصناها بس لسه ما هي ثابتة.
حنسوي في لينتين، حنشبك في لينتين مع بعض وحنحطها في اللينة في النص عشان تمسكهم. بعدين حنلصق ال حننقل البازل من هنا لهنا بالعكس على وجهه. هنشوف، هنوريكم الطريقة بالتفصيل عشان نقدر نحط الشريط بوجهين. هذا هنستخدمه عشان نلصق البزل من ورا وتصير قطعة واحدة، بعدين نلصقها على الفلين. طيب الحمد لله خلصنا من البزل، الحين نحاول اننا ننقلها على سطح ثابت. البزل كبيرة وما تكفي واحدة فلينة، فحنضطر نستخدم اثنين. عشان حنثبت الفلينتين في بعض حنحط غرة هنا وحنلصق الفلينتين وراها بهذه الطريقة عشان يصير السطح ثابت وما يتحرك. بعدها حنقلبها هنقلبها على الجهة دي وحننقل البزل من هنا لهنا، ونستخدم الشطرطون هذا اللاصق الموجهين عشان نلصق على كل البزل. حنوريكم هذه الطريقة بس بعد ما نغري هذه، حنغري هذه ونرجع لكم. بعد ما سوينا اللوح اللي حنلصق فيها البزل، احنا بننقلها من هنا لهنا. طبعا لسه زي ما قلنا مفكفكة، يعني ما هي ثابتة فما ينفع نقولها كذا. فحنلصق هذه هنا، حنحطها فوقها وحنحط شطرطون في الأطراف بس عشان ايش؟ يمسكها. يعني حنحط في كل أربع أركان يكفي، الأربع أركان حنحط شطرطون عشان يمسك اللوحتين في بعض شوية، عشان لما هشيلها وأقلبها ما تتقرب على اللوح ولا تتفرفر. بحاول أحط في الأربع أركان شطرطون من أربع جهات زي كذا عشان تكون ماسكة. تحطها من هنا كمان ساعة الحقيقة. الحين هذه أهم لحظة، إنه لسه البازل ما هي ثابتة، فلازم نقلبها من غير ما تتغير. بسم الله الحمد لله انقلبناها خلاص. هنفك الشطرطون في الجهات الأربعة ونوريكم ايش الخطوة اللي بعدها. بعد ما فكينا اللصق، هذا اللصق يعني حطيته حماية، لما كنت اقلب واحدة اللينة كان سهل، لكن الحين شلت لينتين اضطريت اني احط اللصق هذا عشان نحمي اللينة. طيب الحين صارت عندنا البزل مركبة بالمقلوب. الخطوة الجديدة نبي نلصق البزل في بعض. راح ناخذ الشطرطون هذا وحنمشي صف صف مع المقص، حنمشي صف صف الطريقة هاي. هنمشي زي كده لين الأخير، أوكي؟ بعدين هنوريكم النتيجة. خلاص حطينا الشريط بوجهين على كل البازل من ورا. الحين أنا عادة أفك الشريط وأقلب هذه زي كده وألصقها، بس إحنا ما نبغى هذه لأن هذه ما هي مرة قوية. نبغاها ترجع في ذي اللي سويناها أبو اثنين. فحننقلها الحين هنا مؤقتا عشان نفك منها الشريط بوجهين، وبعدين نرجع نحطها في الثانية الكبيرة. احنا شوية متماسكة بس ما هي مرة متماسكة، بس انها متماسكة شوية عشان احنا حطينا الشريط بوجهين. احنا قلنا احنا نبغاها هنا في ذي الكبيرة، بس نبغى نفك اول شيء اللصق. الحين نفك اللصق ونقلب هذه فوقها. حنبدأ نفك اللصق واحد واحد. نبدأ نفك اللصق من هنا. الحين
بالنسبه لكم بالضبط. هنفقها كلها للخير. بعد ما شلنا كل اللصق الحين صارت جاهزة، نقلب هذه عليها، نحاول نقلبها وننصفها. ان شاء الله انها اتنصفت. مايله شويه بس ما يضر كثير، يعني في النهاية حنقص احنا الزايد، حنقص في اليمين الزايد، حتبقى كذا من غير اطار، وما حتبان ما حتبان الميلة حقتها هاي، هي فيها ميلة، بس لما نقص كل الاطار حترجع بس حترجع متوازن. جينا مرحلة تعليق اللوحة، عشان اللوحة عندي متينة ما هي يعني في اللينين، ما هي في اللين، طبقت في اللين واحدة لا طبقتين في اللين، خليتها أعرض وثقيلة كمان. انه مترين في متر تقريبا مساحتها، فما حتزبط لو حطينا لها غرة، فححط لها من هذه زي كذا الجدر، وحنعلقها فوقها. بسم الله. بابا كيف حنسويها؟ حنعلقها فوقها زي كذا، وحنحط برضه من فوق عشان تمسكها من فوق.